احنا داخل الحكومه اشتغلنا بجديه تقريبا هذه اكثر من سنه ونصف، وفي ظروف نتكلموا عليها الاخوان اللي هي ماشي سهله، ظروف جد صعبه ديال الجفاف وديال الازمه ديال ما بعد كوفيد والازمه ديال الانفلاسيون والازمه ديال الحرب ديال سميتو اوكران. ولكن رغم يعني هذه الظروف كلها، رغم هذه الظروف كلها واجهنا يعني التحديات اللي هي كبيره اللي كانت على المواطنين بكل شجاعه. ما تخبيناش نهائيا وقت ما كانت شي ازمه، والا كنكونوا في الواجهه وكنتلقاو لها وكنحاولوا نشرحوا يعني المواطن منين جينا وفين غاديين وشنو هما الحلول المناسبه اللي يمكن نمشيو ليها. وهذا انا كنعرفوا بانه ثقيل عليكم يعني منتخبين ومنتخبات، لان هادشي كتواجهوا مع المواطنين كل يوم، ولكن ثقوا فيا بانه المواطن كيعرف فين كاين المعقول، المواطن كيعرف فين كاين العمل، والمواطن كيعرف اللي كيخدم واللي ما كيخدمش، اللي راه بلي كيشوف الثمن ديال المطيشه وصلت واحد الثمن ولا الثمن ديال اللحم وصل واحد الثمن، وكيعرف بانك كدير مجهود وكتابع كل حاجه باش تلقى لها الحل، وفي الاخر كتلقى ليها الحل وكتواكبوا في المشاكل ديالو، فهو كيعرف على من يعول في المستقبل. ماشي الازمه، لان الازمات دائما كانت عابره.